السلام عليكم، معكم محمد المشيمي، طالب طب سنة خامسة، واليوم موضوعنا عن the modulation of nuclear receptors in response to different diets. فالموضوع يتحدث عن شلون أنواع الدهون ممكن تأثر على جسمنا عن طريق تفعيل بعض الريسبتورز اللي تؤدي إلى الانفلاميشن أو الالتهابات. وأحب أشكر دسمان وكيفاس على الفرصة الحلوة هذه، بس هذا موضوعنا حق اليوم. شكراً.